أقل مغرب شركة عندها 25 سنة هاد السنة هادي، وواحد السنة هادي بدلنا الإيدنتيتي فيزوال ديالنا وتنعلنوا الاستراتيجية ديالنا جديدة اللي تتمركز على ثلاث محاور. المحور الأول هو الطاقات المتجددة، فمن اليوم إلى سنة 2030 عندنا أن أوبجيكتيف ديال 1000 ميجاوات في الطاقات المتجددة اللي غادي يجعلنا نخفضوا من البصمة الكربونية ب 25%. والمحور الثاني هو تحلية المياه. تنعرفوا كاملين بأن المملكة المغربية عندها اليوم مشاريع وعندها دي زامبيسيون كبار في هذا المجال هذا ديال تحلية المياه اللي ولا مشكل اللي مطروح عندنا. والمحور الثالث هو ان احنا غادي نطوروا ان شاء الله ونواكبوا التطوير ديال القطاع الكهربائي والانتاج الكهربائي في توليد الطاقه المنخفضه الكربون. كاملين تنتمنوا ان المغرب يولي من الدول اللي تتصدر الطاقه. اولا تنظن بان المغرب دوله رائده في انتاج الطاقه المتجدده. تنعرفوا كاملين باننا دزنا من واحد الاوبجيكتيف ديال اللي كان عندنا في الاول ديال 52 لليوم وصل 64% ديال الطاقات المتجدده في لو ميكس انرجيتيك. في 2020 وصلنا اون تيرم دو برودكتيبل 20% من الانتاج الصافي ديال الطاقه في المغرب الى 20%. تنظن بان هذا تيبرهن على المكانه اللي عند المغرب في هذا المجال هذا والامكانيات، كل سواء طاقه شمسيه ولا طاقه ريحيه ديال المملكه المغربيه. تنظن اكثر من هذا، تنظن بان كاين اليوم كاين لي زوبجيكتيف ديال الاهداف ديال لونيون اوروبيان ديال لو با كاربون ديال الانخفاض الكربوني. وتنظن بان هذا هو الهدف جو بونس ديال الحكومه ولا ديال لي زوبيراتور ايكونوميك، انهم تيتمركزوا في هذا النطاق هذا ديال يساهموا في توليد ولا تطوير موارد ديال الطاقيه المتجدده ولا النظيفه اللي تيمكن تعاون الاقتصاد الوطني وتعاون لي زاندستريال.